وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة معلم للعام الدراسي 2017-2018، مؤكدة أنها ستعلن عن أسماء المقبولين في وقت لاحق. الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار رعدية على جبال الحجر مع استمرار تساقط الرذاذ على الشريط الساحلي لظفار. تبدأ اليوم مرحلة تعديل الرغبات بمركز القبول الموحد لخريجي دبلوم التعليم العام وتنتهي في 24 يوليو الجاري. يتم الاثنين المقبل تدشين جائزة سفراء عمان المخصصة للطلبة الدارسين في الخارج بهدف تعزيز دورهم في عكس الثقافة العمانية. يحيي الفنانان الشابان الكويتيان بدر الشعيبي وعبد العزيز الرويس هذه الليلة حفلا غنائيا في فندق الشيراتون مسقط بقاعة عمان.